بقصه قطع صغيره، الورق القديم بعمله اعاده تدوير، بقصه قطع صغيره وانقعه في ميه سخنه لمده 24 ساعه، واجيب غيره بيضه، واجيب برطمانات الصلصه القديمه او اي برطمانات عندي هعمل لها اعاده تدوير، وبجيب سبراي ذهبي او فضي بزين بيه، وبجيب خرز قديم او لولي قديم عندي، حلق قديم، عقده قديم هزين بيه، وهوريكي كل حاجه خطوه بخطوه. ده الورق بعد لما قطعناه وحطيناه في المية وسبته حوالي ليلة كاملة في المية السخنة. المية اللي احنا معانا فيها ونشغل الخلاط، هنتلاقي اتكون عجينة كده ومحتاجة شوية مية كمان اضيف لها، هحط لها شوية مية كمان وهخلط. تقولي لما بتحطي مية كتير في الخلاط مع الورق بتحافظ على الخلاط علشان الخلاط ما يقفش. بنقعد ان احنا نعمل بايدينا كده في العجينة بقية الكمية كلها، واسيبها تصفي كل المية في المصفى، وبعد كده هضيف عليها الغيرة البيضة وهوريكم في الاخر شكلها النهائي هيبقى ازاي، وعايزاكم كده كلنا نجربها بالورق القديم اللي بتاع كراريس ولادنا في المدارس بتاع السنة اللي فاتت، اللي انت مش هتبقي محتاجاه، هتعملي بيه اعادة تدوير للورق وهتعملي بيه حاجة جميلة وتزوقي بيه بيت، تعملي بيه ديكور جديد، تغيري في المطبخ بتاعك شوية، هتحسي بانتعاش كده وانت داخلة المطبخ وعاملة حاجة جديدة بايديك. حبايبي ده شكل عجينة الورق بعد لما عملتها بالخلاط وصفتها من كل المية اللي فيها وحطها في طبق. بعد كده هنحط عليها الغيرة البيضة ونخلطها كويس. دلوقتي هنكمل عجينة الورق. انا عجينة الورق بعد لما صفيتها من المية هي بحطها في طبق وهحط عليها غيرة بيضة وهخلطها وعجنها كويس. هنجيب مثلا البرطمان دوت وهنشيل الغطا، وهجيب الجزء من العجينة وهغلب بيها البرطمان بالطريقة دي. طبعا ممكن لو تلاقينا العجينة ناشفة بعد لما نفردها كده على البرطمان، بس بتفردي العجينة على البرطمان بس بتبعدي عن المكان اللي انت بتقفلي بيه الغطا عشان بيبقى حر، علشان تعرفي تقفليها ما يضيعش القفلة. نعامي كده وانت بتفردي كده، نعامي نعامي، لقيتها محتاجة قطع كمان اهو بزود عادي، اهم حاجة ابعد عن الحتة اللي اسمها زي القلاوص كده اللي احنا بنقفل الغطا. افرديها افرديها، هنفرد كده العجينة نفردها اي فراغات بتمليها، تملي الفراغات كلها. طيب بعد لما بنخلص الفرد في على البرطمان كله من اوله لاخره، نيجي بقى للحتة اللي هي اللي في القاع دي برضو نفرد عليها العجينة كويس. انا بعمل كل حاجة قدامكم خطوة بخطوة عشان تخلصي الفيديو، تجيبي الادوات وتبدأي ان انت تعملي عجينة الورق وتعملي طقم توابل خاص بيك انت اللي عاملاه بايدك تحبيه جدا وبيغير شكل المطبخ بتاعك. نعامي كده نعامي علشان ما يبقاش في حتت بارزة، يبقى كله مية واحدة. طبعا نخلي بالنا ان القاعدة دي تبقى قاعدة فما يبقاش فيها نتوءات تخليها تبقى مش ثابتة او تبقى متدحرجة، تبقى جنب وجنب، لا بايدك وتخليها سوا واحد
كلها سوى واحد. طب لو نشفت معاكي بتجيبي بس شوية مية تبلي بيهم ايدك وتمشي على العجينة، هتلاقيها ناعمة جدا. طب بعد لما بنخلصها خالص هنروح نعمل الغطا، وبعد كده بنحطها تنشف، سيبيها حبة بقى حلوين كده تنشف يوم كامل 24 ساعة عشان توصلي لأحلى نتيجة. طب بس قبل ما تنشف بتجيبي بقى الحاجات اللي انت هتزيني بيها، بتجيبيها وتقومي حطها على، بتدخليها جوه العجينة كده قبل ما تنشف، هوريكم ازاي. دلوقتي انا جبت اللي هي الحاجات اللي تلاقيتها عندي في البيت، تلاقيت كده انا خلصت التزيين الاولاني، هروح بقى ازين الغطا. الاول طبعا هحط عليه العجينة، عجينة الورق من فوق اهو كده، وانعمه انعم. طبعا التغليف دوت من الخارج فقط. انا كده خلاص خلصت الغطا، غلفته بالعجينة الورقية وحطيت عليه الخارج كتزيين، وهسيبه ينشف مع البرطمان 24 ساعة وارجع لكم واوريكم احنا وصلنا لايه. نيجي للخطوة الاخيرة، ان احنا هنرش عجينة الورق باي لون انت عايزاه، باللون الذهبي ده مثلا انا هرشه وهوريه لكم. ده الشكل النهائي للبرطمان اللي هتعملي منه طقم جميل، واتمنى ان شاء الله يعجبكم كلنا ننفذه. هو لسه ما نشفش يعني، في حتت كمان هعيد عليها لما ينشف.